أم محمود تسأل هل ينفع أتوضأ وأنا حائض؟ لا لا، لأنك متلبسة بالحيض، فالوضوء أصلا كلا وضوء، الوضوء كلا وضوء. ومن قال بأنها تتوضأ وقت الصلاة وتأتي تجلس فتستقبل القبلة وتدعو وتستغفر في وقت الصلاة، يعني بدل ما تصلي تتوضأ وتجلس مستقبل القبلة تذكر الله في الوقت الذي كانت تصلي فيه، هذا باطل، والاستمرار على ذلك بدعة، لأن العبادات توقيفية. هي حين حاضت وسمعت وأطاعت ولم تصلي لها الأجر العميم، كأنها صلت، المضاعفات دي عند الله جل في علاه، لكن كأنها صلت. فالصحيح أن نقول أنها لا تفعل، لا تتوضأ على الحيض حتى تطهر.